وانا اللي عايز احتفل بنجاح الحلقه بتاعتك. انت ما عندكش طريقه تانية غير السكس هي اللي تحتفل بيها؟ منع الافلام من العرض الان امر نادر الحدوث سواء في شاشات السينما او التلفزيون، لكن قديما لم يكن الامر كذلك، حيث شهدت مكتبة الافلام العربية اشرطة كثيرة اتقفل عليها الادراج ومنعت من العرض بسبب مشاهدها الجريئة وللحفاظ على التقاليد العامة. وفي الفيديو ده هنجيب لكم ابرز الافلام اللي اتمنعت من العرض. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. الجاسوسة حكمت فهمي هو فيلم مصري اتعرض سنة 1994 من بطولة ناريا الجندي وفاروق الفيشاوي وحسين فهمي. بيحكي الفيلم قصة حقيقية عن الجاسوسة والراقصة المصرية حكمت فهمي اللي اشتغلت كجاسوسة لصالح ألمانيا ضد الحلفاء أيام الحرب العالمية التانية. وبتدور أحداث الفيلم على حكمت فهمي اللي بتجسد دورها ناريا الجندي، راقصة مصرية مشهورة عندها 40 سنة بتقوم بجولات فنية خارج مصر، وبتتعرف على شاب بتفكره مصري لأنه بيتكلم اللغة العربية اسمه حسين جعفر وبيجسد دوره فاروق الفيشاوي. بعد كده بيتطرح انه احد الضباط الالمان المكلفين بالتجسس على تحركات الجيش البريطاني في مصر اثناء الحرب العالمية التانية، وبتجمع بينهم قصة حب بتجعلها تدخل عالم الجاسوسية ظنا منها انها تساهم في تخليص مصر من الاحتلال البريطاني، وكمان بتتعرف على القائد البريطاني في مصر وبتتطور علاقتها بيه اللي بيجسد دوره حسين فهمي، وبعد كده بيقع في حبها. وتظل حكمة فهمي تلعب لعبتها المزدوجة بين الجاسوس الالماني والقائد البريطاني، وبيتابع تحركاتها المجاهد الوطني عزيز المصري اللي بيجسد دوره احمد مظهر، والشاب الوطني محمد انور السادات اللي بيجسد دوره احمد عبد العزيز. بعد كده بيتقبض عليها وبيجي مجموعة من الفدائيين المصريين وبينقذوها في آخر لحظة. I will call the guard. استني. ايه ده؟ عربي؟ مصري. يخرب بيتك. وانا تسيبني هنا لوحدي مرمية بين اربع حيطان مش لاقي حاجة اعملها؟ هنا في الغردقة هنلاقي مليون حاجة نعملها. الو. قصة حب بتنتهي بين حسن وهالة، حسن سمير صبري وهالة ليلى. بتمر السنين وكل واحد فيهم بيمشي في طريق مختلف. بتتجوز هالة من رجل اعمال غير نزيه في عمر والدها اللي بيجسد دوره عادل ادهم، وبيتجوز حسن من اجنبية وبينجب منها طفل قبل ما يفقدها في رحلة غطس. لكن الاقدار المثيرة وكذلك المخاطر بتجمع بين حسن وهالة مرة تانية وتنشأ بينهم قصة حب من جديد. فيلم جحيم تحت الماء من اخراج نادر جلال وبطولة سمير صبري وليلى علوي وعادل ادهم. ممكن تدهولي؟ قولي بقى انت اسمك ايه؟ اسمي علي. علي ايه؟ علي ابو علي. بص بقى انا عمري ما تركتك في حاجة وكذبتيني. خليه يسمع صوتي، خليه يعرف مكاني ويعرف اللي في قلبي. وحياتك عطرة. بتاع السياحه يا ترى انت فين؟ خفت مني؟ افتكرتك تهت. تعالى وراي هتحط رجلك هنا اهو. فين؟ وبعدين فين هنا اهو على الصخره دي، وبعدين على اللي جنبيها دي اهي. بس هناك دي الصخره دي. يا ماما بتضحك عليا يا حبيبي انت كمان.
تحت ايدك يا طويل التيل. لا عدي يلا. طب استني شويه. عسل حدش عايزه من حاجه. المايه ساعه قوي. اجمد. طب استني شويه. استني شويه على مهلي. خبر ابيض. استني على مهلي. امسك. استني شوية. بيحكي الفيلم قصة فتاة اللي هي هند رستم بتشتغل في مطعم أبوها وبتعجب بإحدى المرشدين السياحيين اللي هو إيهاب نافع اللي بيتردد دايما على المطعم برفقة بعض السياح الأجانب، لكنه بيتعرف صدفة على أختها الصغيرة اللي هي شمس البارودي وبيقع في غرامها، وبتتطور الأحداث لما أبوها بيطردها من البيت لما بترفض الزواج من إحدى العرسان، فبتضطر للعمل في مالها ليلي باسم سونيا وبتنجح وبتحقق ثروة كبيرة. بعد وفاة أبوها بتجيب أمها وأختها الصغيرة عشان يعيشوا معاها في أسرها الفخر. بعد كده أمها بتموت بنوبة قلبية بعد ما بتكتشف حقيقة شغلها ومصدر ثرائها. بعد كده بتتفرغ للرهبنة وكمان عشان ما تقفش عقبة في طريق زواج أختها من المرشد السياحي، لأن والده عماد حمدي بيرفض زواجه من فتاة أختها بتعمل في مالها ليلي، وبيحاول صاحب المالها الليلي اللي هو يوسف شعبان إنه يستولى على ثروة الراهبة عن طريق اختها لكنه بيفشل، وبتتجوز اختها في النهاية من الرجل اللي حبته بمباركة اختها الراهبة. الراهبة هو فيلم مصري انتاج سنة 1965 وتم تصويره في لبنان من بطولة هند رستم وإيهاب نافع وشمس البارودي وعماد حمدي. معاها يا نافع. كان نفسي يا سعادة يجيب لك هدية معايا من مصر لكن ما كنتش عارف. معلش اقبلي مني ده. مالك يعني؟ تأسف انا زودتها شوية. بتهزر ولا بتقول جد؟ ظاهر نسيت انك بنت سعادة الباشا وانا احمد ابن الناصر. ايه اللي بتقوله ده؟ جرى ايه؟ واحنا صغيرين كنت بتيجي السرايا في الحفلات متفرج من ورا السور. فيلم صراع في الوادي من بطولة عمر الشريف وفاتن حمامة وفريد شوقي ومن إخراج يوسف شاهين، وبتدور أحداث الفيلم في صعيد مصر قبل ثورة 23 يوليو. بيساعد المهندس الزراعي أحمد اللي هو عمر الشريف ابن نظر الزراعة الفلاحين في تحسين نوعية الأصل، مما أدى إلى تحسين نوعية الإنتاج، فتتعاقد شركة السكر معهم بدلا من الباشا الإقطاعي، مما يثير غضبه ويتآمر مع ابن أخيه رياض اللي هو فريد شوقي على تدمير محاصيلهم عبر فتح السد وإغراق المزروع. وبعد كده بيتأمرهم وبيقتلوا الشيخ عبد الصمد وبيلفقوا التهمة لصابر اللي هو نظر الزراعة اللي هو والد أحمد اللي بتربطه علاقة عاطفية مع أمال بنت الباشا، وبيحاول أحمد إثبات براءة أبوه لكنه بيفشل وبيتم إعدامه، وبتتولى الأحداث في إطار درامي ورومانسي. خرف. لو اتحركت كتير الجرح اندب تاني. سيبيني أبويا هيموت. خلاص أحمد أبوك مات. ده حسن قال لي على كل حاجة. رياض اللي سرق البندقية هو اللي قتل الشيخ. أبويا مات.